انا قلت وكنت بتكلم النادي الاهلي ما ينفعش يجيب صفقات كتير لانه عنده في الفرقه فرقه لعيبه تقال جدا. صح. على فكره صح. على فكره الاهلي لغايه اول 12 او 12 مباراه في الدوري اول 12 ما تعادلش غير في 12 انت عارف يعني هي نفس اللعيبه. صح. طب ايه ايه فكيرف نزل اصابات وامور بدنيه وحاجات يبقى في حاجه غلط. يبقى نقول زي ما انا قلت لك ما دام الحاله بقت كتير ما في حاجه غلط. لعيبه بتلعب دوري كاس افريقيا سوبر كاس عالم انديه فدخلت في كاس تاني فلعبت منتخب مصر منتخب كمان. مصر في كاس عرب في افريقيا اللعيبه تلكت عضلات تعبت فانت النهارده بتبدا تدخل عناصر عشان فبدا اصابات تطول مع رباط صليبي عمار مع رباط صليبي اكرم توفيق مع اصابات كانت بتطول محمد شريف مع السوليه مع كل اللعيبه اتصابت. فلما تجمعهم مع بعض هتيجي تحط الاسماء هتلاقي فرقه تقيله. عندهم بس مشكله في النهارده ما تقول لي عندك ثلاث فراوده شادي حسين محمد شريف حسام حسن مين عنده الثلاثه دول؟ صح. ما تيجي تقول للمساكين اللي عند النادي الاهلي رامي ربيعه صح عبد المنعم ياسر ابراهيم ايمن اشرف صح في حد ثاني محمود متولي اللي هو احتمال يبقى موجود ولا لا وعندك ساعات بترجع حمدي فتحي فانت صحيح. عندك كم طب ناحيه اليمين عمال تقول لي ما عندكش باكي ما حدش ناحيه اليمين طب فين كريم فؤاد اللي في المنتخب فين محمد هاني فين اكرم توفيق اللي رجع باك اليمين الاهلي عنده ازمه في الباك الشمال انه علي معلول لازم يبقى في بديل تقيل مع علي معلول طلعت محمد اشرف اللعيب الصغير ماشي بس مش ممكن ما ياخدش معاك كتير صح في الماتشات الثقيله ضغوط وتحمل وحاجات دي كلها يستحملها ولا لا شكري ودته مشي خلاص محمد شكري اللي هو بتاع سموحه اللي كان اعار محمود وحيد بعتقد خلاص يعني بالنسبه له خلاص فانت النهارده لازم يبقى مشي لكن لما تيجي تقول لي بقى نص الملعب ما يكون عندي ديانج السوليه حمدي فتحي اكرم توفيق انت عايز مين؟ صح يعني عايز مين اكتر من دول؟ صح انت رابط بتتكلم على فراوده طب اللي تحت الفيرو بتتكلم على طاهر بتتكلم على حتى صلاح محسن تحطه ويتنج اللي هو الانتظار عندك بتتكلم على حسين الشحات بنتكلم على بيرستاو بتتكلم على قفشه ساعات بتلعب لو بتلعب اللاعب الجديد برونو سافيو يعني عندك مجموعه تقيله ناقص بس وجبت شادي وميسي وميسي فانت الاهلي مش محتاج